يسعد اوقاتكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض من اجمل واحلى الحلويات الراقيه والفاخره. راح نحضر مع بعض البسبوسه باللوز بطريقه سهله وسريعه، ومكونات موجوده بكل بيت وبمذاق مميز وطعم لا يقاوم. وهالبسبوسه كتير راقيه وطعمها رهيب ومميز عن باقي انواع البسبوسه، وطبعا راح احضر لكم اياها على طريقتي الخاصه. بس قبل ما نبدا حبايبي، بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه بالزر الاحمر الاسفل الفيديو لتكبر عائلتنا الحلوه فيكم، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول شيء حبايبي، بصحن غميق شوي راح اضيف حبتين بيض. انا هون اضفت بيضه واحده لانه ما كان متوفر عندي الا بيضه واحده، وانا مضطره اعملها لعيد ميلاد بنتي، بس انتم ضيفوا بيضتين. وعم ضيف نص معلقة صغيرة كربونات وكربونات الصوديوم، وعم ضيف كمان نص كاسة سكر. وهلأ بحركهم شوي مع بعض ليختلطوا معنا كل المكونات. وهلأ حبايبي رح ضيف على المكونات نص كاسة حليب سائل بدرجة حرارة الغرفة، كمان رح ضيف ظرف بيكنج بودر، الظرف بيطلع تقريبا معلقة كبيرة. وهلا بحرك كل المكونات مع بعضها ليختلطوا معنا كتير منيح. وهلا عم ضيف نص كاسة كريمة سائلة، وإذا ما متوفر عندكم ممكن تستبدلوها بعلبة قشطة أو كمان بحليب سائل، وكمان ممكن نستبدلها بلبن زبادي ياغورت. وهلا عم ضيف حبايبي معلقتين كبار ماء زهر، أو ممكن نضيف ماء ورد، أو ممكن نضيف معلقة ماء زهر ومعلقة ماء ورد، كتير نكهتهم طيبة ومميزة مع اللوز. وهلأ عم ضيف حبايبي نص كاسة زيت، أي نوع زيت نباتي، وبحركهم مع بعض ليختلطوا معنا كل المكونات كتير منيح. حبايبي نحن بحاجة إلى كاسة ونص سميد سيمولينا خشن أو متوسط، الناعم ما بيطلع معنا طيب هون بالبسبوسة. حبايبي أنا عم ضيف السميد هلأ بالأول، أضفت كاسة وبعد شوي برجع بضيف نص كاسة، أنا عم ضيفهم شوي شوي وعلى مراحل. هون رجعت أضفت كاسة ونص مطحون اللوز أو لوز مطحون. حبايبي هذا اللوز ممكن نشتري مطحون وجاهز، وممكن نحن نطحنه عنا بالبيت بالمطحنة الموجودة بالبيت. شايفين حبايبي عم حركهم، وهلأ برجع بضيف كمان نص كاسة سميد خشن، يعني معدل السميد مثل ما حكيت كاسة ونص. وحبايبي كمان مقدار اللوز كاسة ونص. حبايبي كل المقادير إن شاء الله رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف بالتفصيل. حبايبي عم ضيف 3 معالق كبار حليب بودرة، كتير نكهتهم طيبة هون مع بسبوسة اللوز، وإذا ما بتوفر عنا ممكن نستغني عنه. وهلأ حبايبي منحركهم كلهم مع بعض. شايفين حبايبي قوام البسبوسة كيف عم يتقل؟ لأنه السميد عم يتفتح ويشرب كل السوائل الموجودة بالبسبوسة. Thank you.
هلا حبايبي عم ضيف عليها رشة قرفة مطحونة، نكهتها كتير طيبة مميزة مع اللوز وماء الزهر. إذا ما بتحبوها حبايبي ممكن تستغنوا عنها وما تضيفوها. هلأ حبايبي عم ضيف رشة ملح تقريبا نص معلقة صغيرة. شايفين قوامها؟ شايفين كيف عم بيتقل؟ حبايبي هيك صارت عنا جاهزة. هلأ منتركها 10 دقايق وبعدين منحطها بالصينية اللي منشويها بالفرن. شايفين كيف سهلة وسريعة وما بتاخد وقت وطعمتها كتير طيبة مميزة وخطيرة. حبايبي هاي الصينية اللي رح أشوي فيها البسبوسة، ممكن نستعمل أي نوع صيني، ممكن تيفال ممكن بايركس، اللي متوفر عنا منستعمله. حبيبي دهنت الصينية بمعلقة طحينة الراشي وكمان بمعلقة زيت، بدهن فيها كل قلب الصينية وبعدين بسكب فيها خليط البسبوسة. وهلأ حبيبي عم ساوي سطحة بالمعلقة بالسباتيولا وبعدين بهزها شوي للصينية مشان تطلع معنا كلها بنفس المستوى. حبايبي سمك البسبوسة على حسب الرغبة، إذا بتحبوا البسبوسة شوي سميكة بنحطها بصينية أصغر، وإذا بنحبها للبسبوسة شوي رقيقة بنحطها بصينية أكبر. وهلا حبايبي بتركها ترتاح تقريبا من 10 دقائق الى ربع ساعه وبعدين بدخلها على فرن محمى مسبقا على درجه حراره 180 من تحت ومن رف الوسط. بس احمرت واخذت لون وشقرت يصير لونها لون ذهبي فاتح بشويها من فوق لتاخذ لون ذهبي، ما بتطول من فوق بسرعه، بتتحمر تقريبا من دقيقتين لثلاث دقائق وبتصير عنا جاهزه. وهي البسبوسه بعد ما استوت من تحت واخذت لون، شايفين درجه تحميره ودرجه استواءها واللون الذهبي الحلو، ما طولت تقريبا 20 دقيقة وكانت عنا جاهزة. هلأ برجع بدخلها على الفرن من فوق لتتحمر معي من فوق وتاخد اللون الذهبي الحلو. وهي حبايبي البسبوسة بعد ما تحمرت من فوق، شايفين لونها ما أحلى وريحتها ما بقدر أوصف لكم إياها، ريحة عبت البيت عن جد، كتير طيبة مميزة ورهيبة ولازم تجربوها. هلأ حبايبي آخر خطوة لازم نسقيها بالقطر أو الشيرة. حبايبي القطر أو الشيرة لازم يكون بارد والبسبوسة لازم تكون سخنة، أو بالعكس البسبوسة بتكون باردة والقطر سخن. وحبايبي منضيف قطر أو شيرة على حسب الرغبة، إذا أنتوا بتحبوها كتير حلوة منضيف قطر أكتر، وإذا أنتوا بتحبوها أقل منضيف قطر أو شيرة أقل. أنا هون أضفت كاستين كبار قطر شيرة. حبايبي منترك البسبوسة لحتى تبرد تماما بعدين منقطعها. حبايبي طريقة عمل الشيرة أو القطر، منضيف 3 كاسات سكر مع كاستين مي وشرحة ليموني ورشة ملح الليمون أو معلقة كبيرة عصير ليمون، بحطهم على النار بسغلو بنتركهم 10 دقايق وبصير عندنا القطر أو الشيرة جاهز، كتير سهل وما بياخد معنا وقت. حبايبي بعد ما بردت البسبوسة تماما قطعتها مربعات وحطيتها بورق الكب كيك، وورق الكب كيك الصغير لونه بينك لعيد ميلاد بنتي، لأنه مثل ما حكيت لكم هذا الطبق أنا حضرته لعيد ميلاد بنتي وحكيت لي كل الأطباق بدها إياها باللون البينك. حبايبي في معلومة مهمة، أنا قلت لكم البسبوسة ما بنقدر نقطعها وهي سخنة لأنه بتفرط معنا، لازم نتركها تبرد تماما بعدين نقطعها ونزينها. وأنا هون زينتها كمان بشرحات جوز الهند، وبنقدر نزينها كمان بشرحات اللوز، طبعا الزينة على حسب الرغبة والزينة هي ذوق شخصي. شايفين حبايبي شكلها ما أحلى، طلعت كتير روعة مميزة على طاولة عيد الميلاد وكتير حبوها الولاد. بتمنى تجربوا الوصفة حبايبي وتعطوني رأيكم فيها لأنه وصفة رائعة ورهيبة مميزة وكتير طيبة وتغيير شكل عن البسبوسة المتعودين عليها، شكله لونه وطعمه مميزة وكتير رح يحبوها ولادك وعيلتك، وكتير مناسبة على طاولة عيد الميلاد أو مناسباتك الخاصة.
إذا حبيتوا الوصفة حبايبي بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الأحمر الأسفل للفيديو لتكبر عيلتنا الحلوة فيكن، وما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا، وإن شاء الله حبايبي بشوفكم بوصفة جديدة بأمان الله.